السلام عليكم، ازيك؟ اهلا بيك في الحلقة الثانية من كورس التأسيس المستوى الاول. انت النهاردة ان شاء الله هتتفرج على جمع الاسماء، وكمان هنتعلم بعض الادوات المدرسية بالانجليزي، كمان هنتعلم ازاي تسأل واحد على صحته، ولو واحد سألك على صحتك ترد تقول له ايه. ركز معايا، كبر الصورة على الجودة. لو دي اول مرة تشوفني يشرفني انك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد بقدمه ليك. لو انت شايف في اخر الفيديو ان انا بذلت جهدي في الفيديو ده، اللايك مش هتخسرك حاجة، ولكن هتفرق كتير جدا جدا معايا. هتخلي الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس، وهتخلي ناس كتير تستفيد، وهتكون انت السبب. ودلوقتي يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. في الحلقة الأولى اتكلمنا لما واحد يسألك على اسمك ويقولك What's your name؟ هتقول له I'm وتقول اسمك. أنا واحد من الناس لو واحد قال لي What's your name؟ على طول هقول له I'm مصطفى. افرض بقى واحد سألك ازيك عامل ايه، او انت عاوز تسأل واحد وتقوله ازيك عامل ايه، اخبارك ايه، صحتك عاملة ايه، تقولها له ازاي؟ هتقوله ثلاث كلمات: How are you؟ بس كده. بس كده. How are you يعني كيف حالك، ازيك، اخبار صحتك ايه، الامور معاك عاملة ازاي. How are you؟ How are you ثلاث كلمات، وكل كلمة ثلاث حروف. طيب كيف حالك، انت بتسأل كيف حالك، كيف حالك، اعمل في الاخر علامة استفهام. بالنسبة للطفل اللي داخل سنة اولى ولسه حتى ما يعرفش الحروف، اعرف حتى قولها، بس قولها How are you يعني ازاي بالانجليزي. How are you، يبقى لما واحد يقول لك How are you، اوعى تقول له I am مصطفى، او I am احمد، او I am محمد، او لو انت بنت اوعى تقولي I am منى. هو بقولك ازايك، تقولي له انا منى ازاي بس. How are you كيف حالك، ازايك، اخبارك ايه، صحتك عاملة ايه. How are you ثلاث كلمات. How are you، How are you، How are you، How are you معايا، How are you، How are you. بحبك يا اللي بتقول ورايا، بحبك جدا 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 يا اللي بتقول معايا. How are you، How H-O-W اللي هي كيف، R-A-R-E U-Y-O-U U-D سيشن الجاي ان شاء الله الضمائر I و-U ذي وهنعرفها. اعرف بس How are you دلوقتي يعني ازايك، كيف حالك. خلاص انت شفت حد فبتقول له How are you، 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 كيف حالك. انت بقى حد قال لك How are you، تقول له ايه؟ احنا قلنا خلاص انسى I am احمد و I am محمد والكلام ده، ازيك. هتقول له بص يا سيدي، اول حاجة ممكن تقولها I'm fine، I'm انا، I'm fine، حلو، I'm fine، I'm fine، انا بخير، fine يعني بخير، I'm fine، انا بخير، I'm fine، I'm fine، I'm fine، I'm fine. هنكمل بحاجة بس استنى اما اقولك ممكن ايه بدل I'm fine، وبعدين اقولك هنكمل بايه. يبقى I'm fine، How are you، I'm fine، خلاص تمام حلو قوي. How are you، I'm fine، I'm fine. ايه ممكن يتقال بدل I'm fine؟ ممكن تقول I'm good، I'm انا good، good يعني جيد كويس، انا كويس، I'm good، I'm good، ازيك انا كويس، ازيك انا بخير، I'm fine انا بخير، I'm good انا كويس. ده صح وده صح اللي انت عاوز تقوله. واحد قال لك How are you، How are you، قول له I'm fine، قول له I'm good، I'm good، I'm good، I'm good. تاني تاني تاني، How are you، How are you، How are you، ازيك، I'm fine. ايه كمان؟ I'm good، I'm fine، I'm good، I'm fine، I'm good. عندي طلبة
بتعامل معاهم على الزوم فبقول لهم هاو ار يو، فبلاقي الناس بترد وتقول لي ايم جريت، بتبسط جدا ايم جريت ايم جريت. دي تالت حاجه ممكن تتقال. يعني ايه جريت؟ جريت يعني تمام قوي قوي قوي، عظيم، انا تمام جدا، ايم جريت. اصلا جريت يعني عظيم، ايم جريت يعني الامور معايا عظيمه، ايم جريت ايم جريت. يبقى اللي انت عاوز تقوله في دول، لو واحد قال لك هاو ار يو، كيف حالك، ازيك، اخبار صحتك ايه، قول له ايم فاين، انا بخير، قول له ايم جود، انا جيد، انا كويس، او تقول له ايم جريت، انا تمام. يبقى ممكن اي واحده من الثلاثه اللي انت عاوز تقوله قوله، وممكن تنوع بينهم. يعني ممكن انت صحتك حلوه قوي، ايم فاين، يعني الامور معك كويسه لحد ما، ايم جود، حاسس بقى انك مية مية، قوله ايم جريت. فشوف انت عاوز تقول ايه من دول، مش لازم تركز على حاجه واحده، انت ممكن تستخدم الثلاثه في كل المواقف. فنقول تاني هاو ار يو، ازيك، هاو ار يو، رد قول ايم فاين، ايم جود، ايم جريت. طيب هل احنا خلصنا؟ بص لا لسه ما خلصناش، هقول لك على حاجه صغيره. واحد بيسالني ازيك، يعني مهتم بيا وعاوز يطمن عليا وعلى صحتي، فانا قلت له انا كويس، هشكره بقى، هقول له ثانك يو، خلاص هشكره لانه بيطمن وبيسال عليا، فهقول له ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. يلا نكتب ثانك يو اهي، تي اتش، التي كابيتال ليه؟ علشان انا عملت في الاستوب نقطه فببدا جمله جديده، تي اتش اي ان كي واي او يو. طيب ثانك يو طلع من قلبي، الكلام يطلع من قلبك قوي قوي قوي، اعمل اخره علامه تعجب، ثانك يو طلع كده، ثانك يو شكرا، ايم فاين ثانك يو، انا بخير شكرا. طيب هنا ايم جود، انا كويس، ثانك يو شكرا، ايم جريت، انا تمام، ثانك يو شكرا. يبقى نكمل بثانك يو، حلو 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 جدا، سهله جدا وبسيطه جدا، خلاص تمام، هي بسيطه جدا. هاو ار يو، ازيك، كيف حالك، هاو ار يو، I'm fine, thank you. I'm good, thank you. I'm great, thank you. طيب هو سألني ازيك؟ ركز ركز، هو سألني ازيك؟ How are you؟ فأنا قلت له أنا تمام شكرا. I'm great, thank you. طيب هو سألني واهتم بيا واطمن عليا وسأل على صحتي، فيعني أنا قلت له أنا كويس شكرا ليك. فالذوق بقى ان انا كمان اقول له what about you، وماذا عنك، وانت بقى صحتك ايه، what about you what about you what about you what about you. يلا نكتبها what about you، وماذا عنك، انا بسأل علامة استفهام، what about you what about you. يبقى نقول الموقف كله بقى، انا ماشي كده بقى في الشارع، فواحد صديقي قابلني فقال لي how are you، ازيك، فقلت له I'm fine، انا بخير، thank you شكرا، what about you، وماذا عنك، بس كده، سهلة سهلة جدا. تعال نكتب لك الرد كامل كده، هنرد ونقول له ايه، انا تمام تمام جدا، يعني I'm great. خلاص واحد بقى قال لي how are you، قلت له I'm great I'm great، انا تمام، thank you شكرا، انت بتطمن عليا وبتسأل عليا، thank you شكرا، what about you، وماذا عنك، وانت اخبارك ايه، والامور معاك ايه، وصحتك عاملة ايه، what about you. ده السؤال ودي الاجابة، اللي يقول لك هاو ار يو، لانك هتسمعها كتير قوي، هاو ار يو، رد وقول له ايم جريت، قول له ايم فاين او ايم جود، بعد كده اشكره ثانك يو، وبعد كده اسال انت على صحته وقول له وات اباوت يو، وماذا عنك، وانت عامل ايه. تاني اخر مره هاو ار يو، كيف حالك، ايم جريت، انا تمام،
Thank you. شكرا. What about you? وماذا عنك؟ قلت لك ان الكورس ده مش بس جرامر، الكورس ده بيعلمك حاجات بلس او بالاضافه الى الجرامر، زي المواقف اللي احنا لسه متكلمين فيها. واحد بيسالك عن اسمك تقول له ايه، واحد بيسالك عن صحتك ترد تقول ايه، والكلام ده. كذلك بنتعلم كلمات وبنعرف كلمات. يعني في السيشن اللي فات في يونت 1 تعلمنا الارقام من 1 ل 20. طيب النهارده هنتكلم على حاجه اسمها سكول سبلايز، يعني الادوات المدرسيه بتاعتك، الحاجات اللي انت حبيب قلبي بتاخدها معاك للمدرسه، لازم تبقى عارف اسمها بالانجلش علشان لما حد يكلمك بالانجليزي ويقولك مثلا open your box، افتح ايه الباك ده، تبقى انت فاهم هو عاوز منك ايه. طيب يلا ناخد ادوات المدرسه. ايه الادوات المدرسيه او الحاجات المتعلقه بالمدرسه؟ الكتاب. طيب كتاب يعني باك باك باك، بس احنا بقى هنقوله اباك. ليه؟ عشان انا بقول كتاب واحد، فاكر او ان؟ فاكر اكيد او ان. كده كده اصلا انا عاوز اعرفك ايه بوك دي، لان انا هستخدمها النهارده في الجرامر، المفرد والجمع، فانا عاوز ايه بوك دي، عاوز ايه. يبقى الكتاب ايه بوك، كتاب ايه بوك، ايه بوك بوك، كتاب بوك، ونحط قبله ايه بوك بوك. لما احط قبله ايه اقصد كتاب، كتاب اي كتاب، بس هو كتاب واحد بس، اي كتاب مش كتاب معين. لكن كتاب العربي او الكتاب اللي في الدرج او الكتاب اللي على المكتب، لا، هنا بقى ذا بوك ذا بوك ذا بوك، بقصد كتاب معين اقول اعرفه وحاطط قبله ذا. طيب كتاب نكره اي كتاب يعني بوك، اقصد كتاب معين، لا، كلمه كتاب يعني بوك بس، خلاص اقوم حاطط قبلها لان انا ما اقصدش كتاب معين. قلنا الكلام ده في السيشن اللي فات، بوك بوك بوك، كتاب بوك. طيب القلم الجاف اسمه بن، بي E-N بين بين بين. لو انت متابع معايا كورس صوتيات هتعرف ان الب ب ب بطلع هوا فيها والاي بفتحها شوية، ايه بين بين. طيب انا اقصد قلم معين، لا، اي قلم احط قبلها ا ابين ابين، اي قلم جاف، ما اقصدش قلم جاف معين، يبقى قلم جاف بين بين بين. كتاب بوك، طب كتاب عادي اي كتاب ا بوك. قلم a pen pen، القلم pen القلم pen. طيب القلم الرصاص اسمه pencil pencil، هي pen بالظبط، هنضيف قبلها c i l pencil 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 pencil. طيب انا اقصد قلم رصاص معين، لا، انا بتكلم اي قلم رصاص، نحط قبلها a a pencil، ما اقصدش قلم معين او قلم محدد، انا قلم خلاص a pencil 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 pencil. يبقى كتاب بوك و a book اي كتاب، pen قلم، pencil قلم رصاص، ادوات مدرسه. المدرسه بتاعتنا بنروح ليها واحنا معانا ادواتنا، ادواتنا هي البوك الكتاب، ادواتنا هي البن القلم الجاف، pencil القلم الرصاص، pencil pencil pencil. كلمه pencil بقى هي pencil اهي، P-E-N-C-I-L اللي هو قلم رصاص. هاخد شرطة صغيرة تمام، واكتب كلمة case C-A-S-E pencil case، المقلمة اللي بنحط فيها الإقلام pencil case. طب اقصد مقلمة، اي مقلمة، مقلمة يعني pencil case، اي مقلمة في الدنيا اسمها pencil case. يبقى هحط لان انا ما اقصدش مقلمة معينة، مقلمة محددة، لا، اي مقلمة، اي مقلمة اسمها pencil case. يبقى a pencil case a pencil case pencil case pencil case، المقلمة pencil case pencil case. طب يا مستر انا لو ما حطيتش الشرطة، صح، مش غلط، مش غلط والله، لو نسيت الشرطة مش غلط، pencil اهي من غير الشرطة، pencil case pencil case pencil case. تاني book كتاب، pen قلم جاف، pencil قلم رصاص، pencil case مقلمة، pencil case مقلمة، pencil case pencil case pencil case pencil case مقلمة، book كتاب، pen قلم جاف، pencil قلم رصاص، pencil case المقلمة. ومن الأدوات المدرسية الشنطة، محدش بيروح المدرسة من غير شنطة، شنطة يعني bag 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 b a g.
طيب اي شنطه اسمها باج يبقى ننكرها ونحط قبلها ايه. اباج يعني شنطه. طيب الشنطه، الشنطه بتاعتك انت دي اسمها بقى ذا باج او يور باج. طيب كلمه شنطه عموما اباج باج 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 بي اي جي بي اي جي باج شنطه باج باج باج. اي شنطه اباج 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 ذيس از اباج هذه شنطه خلاص. باج 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 شنطه باج. يلا نقول تاني ادوات المدرسه. باج كتاب، بن قلم، بنسل قلم رصاص، بنسل كيس مقلمه، باج شنطه. بحط قبلهم اداه النكره اللي هي ا او ان. ا هنا اتحطت قبلهم علشان ابين ان انا ما اقصدش حاجه معينه، اي واحد وخلاص. ا بوك اي كتاب، ا بن قلم، ا بنسل قلم رصاص، ا بنسل كيس مقلمه، ا باج شنطه. الكراسه بقى اسمها نوت بوك. عارف بوك كتاب؟ هنحط قبلها النوت N-O-T-E Notebook 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 الكراسة Notebook Notebook Notebook. وأي كراسة أحط قبلها آية. أي Notebook هناخد في الجمع يا حبيبي، إن أنا لما أجمع بقى أقول كراسات، كتب، قلم، قلم رصاص، مقالم، شنط، لازم الآية هتمشي لأن الآية زي ما قلنا بتتحط قبل المفرد بس. المهم الكراسة نوت باك نوت باك نوت باك نوت باك نوت باك. كراسة نوت باك. كتاب باك نحط قبله نوت ان او تي اي بقت كراسة. كتاب باك. قلم جاف بن، قلم رصاص بنسل، مقلمة بنسل كيز بنسل كيز، شنطة باج باج، كراسة نوت باك نوت باك. المسطرة اسمها رولر 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 رولر. ار بنعلق لساننا ما نقولش رو رولر ر ر ر. ار يو رو لر 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 ال اي ار. قسمها وانت بتنطقها ممكن تتلخبط فيها. قسم رو لر رو لر رو لر. المسطرة من ادوات المدرسة. اي مسطرة نحط قبلها ايه. A ruler 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 مسطرة ruler. R U L E R R U L E R R U L E R تاني 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 R U L E R ruler 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 مسطرة ruler مسطرة ruler مسطرة ruler 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 مسطرة ruler ruler مسطرة ruler. والبراية اسمها sharpener sharpener sharpener. الشا دي اللي هي الاس اتش شار اس اتش اي ار. عارف بين قلم بقى نكتبها بعد اس اتش اي ار نعمل بين قلم بي اي ان وبعد كده اي ار شاربن والاي ار شاربنر شاربنر شاربنر. برايه اي برايه حط قبلها ا يبقى نقولها تاني شاربنر 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 شاربنر. البرايه شاربنر البرايه شاربنر البرايه شاربنر 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 شاربنر. البرايه تاني شاربنر البرايه شاربنر البرايه شاربنر 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 برايه شاربنر شاربنر. ا شاربنر برايه اوكي شاربنر شاربنر برايه. ادوات المدرسه تاني. كتاب باك. قلم جاف بن، قلم رصاص pencil، مقلمة pencil case، شنطة bag، كراسة notebook، مسطرة ruler، براية sharpener. الأستيكة بقى الأستيكة أو الممحاة اسمها eraser 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 e r a s e r eraser eraser eraser.
اي استيكه هنحط قبلها ايه؟ لا مش ايه، ان. ليه ان بقى؟ اشمعنى دي بالذات قبلها ان؟ علشان ارجع للفيديو اللي فات، علشان بدأ بمتحرك بفاول الاي. لما الاسم المفرد يبدأ بحرف متحرك اللي هو زي الاي والاي والاي والاو واليو، حط قبله ان. ان اريسر، ان اريسر، ان اريسر، استيكا، ان اريسر، تاني ان اريسر، ان اريسر، استيكا، استيكا او ممحاة، اريسر، 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 استيكا او ممحاة، اريسر، تاني استيكا او ممحاة، اريسر، اريسر، اي ار اي اس اي ار، اريسر، اريسر، اريسر. حبيب قلبي الشطور، قبل ما ناخد ازاي نجمع الاسم، تعال الاول نتكلم في بعض الامور واللي انت يعني اعتقد طبعا انك عارفها. اول حاجة تعال افكرك بالحروف المتحركة، الاي والاي والاي والاو واليو، طبعا انا هحتاجهم النهاردة. باقي الحروف حروف ساكنة، باقي الحروف دول اسمهم vowels، الفاولز، الحروف المتحركة، وقلنا أنا بتعامل معهم على أنهم أصوات بلاش حروف. والباقي consonants، أوكي؟ اللي هي الحروف الساكنة، البي بقى والاس والدي والاف والكي والجي وكل الكلام أو كل الحروف الباقية. طيب المفرد، المفرد بيتحط قبله ا أو ان أو ون، ا أو ان أو ون. يعني مثلا نقول a book، نقول an apple، نقول one apple برضو عادي، وممكن نحط the اللي هي the apple التفاحة. يبقى المفرد طبعا انا ما اقدرش اقول a apple برضو هنا، لان apple اولها متحرك، احنا اتكلمنا في الموضوع ده الفيديو اللي فات، وقلنا لما الاسم المفرد يبدأ بمتحرك من دول ما ينفعش a تتحط، لا لازم an. طيب المفرد بيتحط قبله a او an او one او the، تمام. طيب لو انا عاوز اجمع الاسم المفرد، واحنا هنتكلم دلوقتي ازاي نجمع الاسم، لما نيجي نجمع الاسم طبيعي a هتتشال، وطبيعي an هتتشال، وone كمان هتتشال، لان a و an one التلاتة دول معناهم واحد. فلما اجمع مثلا واقول كتب box، كتب، ما ينفعش A تتحط، A ما ينفعش تيجي مع الجمع، A box لا. ما ينفعش تقول an apples، غلط، an apples غلط، لازم an تتشال، لأن an واحد، وأنا بقول تفاح، apples، تفاح كتير، بجمع. ما ينفعش أقول one apples برضو، one apples ما تنفعش، غلط. إزاي واحد تفاح؟ ما ينفعش، المفروض أقول two apples، three apples، four apples، لكن واحد apples التفاح هيبقى واحد ازاي؟ التفاح ممكن 2 او 3 او 4 او اكتر، لكن ذا عادي لو تثابت، يعني the apple ممكن تبقى the apples، التفاحة التفاح، دي ما فيهاش مشكلة، تمام. لكن لما تيجي تجمع لازم 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 تحذف a او an او one، ما ينفعش يبقى عندك جمع قبله a او an او one، ما ينفعش a ما تنفعش، an ما ينفعش، one ما ينفعش لما تيجي تجمع. طيب يلا بقى نتكلم في الجمع، يلا نتكلم في الجمع. في خمس قواعد لجمع الاسم، تعال نتكلم على الخمس قواعد بتوع جمع الاسم. اول قاعدة من الخمسة هي القاعدة العادية خالص، ان انا بجمع الاسم لما بضيف في اخره حرف اس. يعني احنا لسه قايلين قلم بن، واي قلم؟ ابن. عايز اجمعه هضيف في اخر بن اس ومفيش ا. ليه؟ قلتلك ا معناها وان، ما ينفعش ا تتحط قبل الجمع خالص، ا قبل المفرد، قبل الجمع لا. طيب apple تفاحة، an apple تفاحة، عايز اجمعها قلنا الطريقة العادية خالص، هنحط في اخر الاسم s،
تمام يا مستر، يعني هتبقى ان ابلز؟ لا، هتحذف ان، ما ينفعش الجمع قبله ان. طيب هتبقى كده يعني تقصد ابلز؟ ايوه كده بالظبط، ابلز. ماشي. طيب ابوك، ابوي، ان اورنج. عايز اجمع ابوك، ابوي، ان اورنج. يلا نجمع ابوك، ابوي، ان اورنج. قول بقى يا حبيب قلبي، ابوك جمعها، جمعها ايه؟ اوعى تقول ابوكس، لا، بوكس من غير ا. برافو اللي قال بوكس، بس بوكس. ابوي ولد، عاوز اقول بويز. طب عاوز اقول ولدين. ماشي، ولدين يعني تو. هي مستر تو بوي؟ لا، ازاي تو بوي؟ ازاي تو بوي؟ تو 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 اتنين، هما الاتنين دول واحد ولد واحد؟ لا، الاتنين دول ولدين، يعني اكتر من واحد، يبقى اجمع تو بويز. طالما اكتر من واحد بجمع. طيب ان اورنج برتقانه، عاوز اقول اربع برتقانات. فور، ها، فور اورنج؟ لا. طيب فور ان اورنج؟ لا طبعا. امال الصح ايه؟ اولا انت هتجمع، يبقى هتحذف ان. طب انا بجمع ازاي؟ بضيف في اخر الاسم حرف اس، بس كده. اه بس كده، فور اورنجز. يبقى انت بتجمع ازاي حبيب قلبي؟ اولا بتحذف ا او ان او وان. ثانيا لو اكتر من واحد لازم هتجمع، لو 2 3 4 5 اكتر من واحد هتجمع. طيب بجمع ازاي؟ بتضيف في اخر الاسم حرف اس، بس كده. ده الجمع طلع سهل جدا بالانجلش. اه هو فعلا سهل جدا بالانجلش، جدا جدا جدا. بس يلا نبص على القاعدة التانية في جمع الاسماء. القاعدة التانية في جمع الاسماء بتقول لك يا حبيب قلبي، بص، لو الاسم المفرد اللي انا هجمعه انتهى باس او انتهى باس اس او انتهى باس اتش او انتهى بسي اتش، اس 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 اتش سي اتش، او انتهى باكس او انتهى باو زي لعبة اكس او، او انتهى بزد. لو الاسم المفرد انتهى بحاجة من السبعة دول مش هتضيف اس في الاخر، هتضيف اي اس. برضو سهلة، بس لازم تحفظ السبعة دول عشان تبقى عارف امتى تضيف اي اس. لو الاسم المفرد انتهى باس زي بس، اوتوبيس، طبعا اباس عشان مفرد اباس، او انتهى باس اس زي دريس، فستان، دريس اهي، ادريس مثلا فستان، او اس اتش زي ديش طبق، وان ديش طبق واحد، او سي اتش زي واتش ساعة، ساعة يد، واتش، واتش نحط قبلها ايه مثلا، ما هي مفرد عادي، او انتهى بأو، وخلي بالك ليها شواذ او دي هكلمك فيها دلوقتي، زي توميتو، توميتو طماطماية، توميتو اخرها او، او انتهى بزد. في الحالة دي بقى حبيب قلبي، لما الاسم المفرد ينتهي بحاجة من دول علشان تجمعه، طبعا او ان وان والكلام ده كله هيتشال، وهنجمع باضافة اي اس، يعني باس، اوتوبيس، اوتوبيسات، باسز، 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 باسز. ممكن تقول 2 باسز، 3 باسز، 4 باسز، 5 باسز، 10 باسز، زي ما انت عاوز تقول. ليه جمعت إضافة اي اس؟ لان الاسم المفرد انتهى باس. طيب دريس، فستان. طيب عاوز اقول فساتين، يبقى دريس ونحط اي اس مش اس. ليه؟ لان الاسم انتهى باس اس، دي القاعدة التانية. يبقى دريسز، دريسز. ديش طبق. طب عاوز اقول ثلاث طباق، 3 dishes، نضيف اي اس مش اس. ليه؟ لان الاسم المفرد انتهى باس اتش، dishes. طيب بالنسبة لوان تمشي، ا تمشي، ان تمشي، انا بجمع امشي ا وان وان. طيب watch ساعة، طيب watches ساعات، نضيف اي اس لان اخرها سي اتش، watches. قول بقى four watches. tomato طماطماية. طب عايز اقول طماطم كتير، tomatoes. بص
تي او ام اي تي او ونضيف اي اس. طب تمشي مفيش هتتحط، مفيش هتتحط قبل الجمع. في شواذ في شواذ زي زو حديقة حيوان، المفروض نضيف اي اس علشان اخرها او. لا لما نيجي نجمعها هتبقى جمع عادي زوز. في شواذ لكل قاعدة بيبقى ليها شواذ. طيب دي القاعدة التانية، لما الاسم ينتهي باس اس 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 اتش سي اتش اكس او زد، لما تيجي تجمع ضيف اي اس. يبقى لما نيجي نجمع هنا هنضيف اي اس. القاعدة التالتة بتقول ايه؟ القاعدة التالتة بتقولك لو الاسم انتهى بواي، ركز حبيبي ركز، لو الاسم انتهى بواي وقبل الواي حرف ساكن مش متحرك، ساكن اللي هما ال 21 حرف الباقيين، وقبل الواي ساكن، علشان تجمع هتخلي الواي اي وتضيف اي اس. يعني ايه؟ افهمك يعني ايه. كلمة لوري شاحنة، لوري عايز اجمعها واقول شاحنة، طبعا هي لوري مثلا او وان لوري، عايز اجمعها اولا مفيش خلاص، ثانيا الاسم انتهى بواي وقبل الواي ار، والار مش فاول، الار ساكن، هنخلي بص بقى حبيبي هتبقى بالمنظر ده، هنخلي الواي اي ونضيف بعد الاي اي اس لوريز. واحد يقول لي يا مستر انت بتضحك عليا، طب ما هي بوي جماعه بويز، ما عملناش الواي اي ليه وضفنا اي اس؟ علشان قبل الواي متحرك. يبقى من الاخر احنا رايحين نهجم على حرف الواي ونخليه اي ونضيف اي اس، فالواي هتحتمي باللي قبلها، الواي هتروح تستنجد باللي قبلها، هتروح للي قبلها، لو لقت اللي قبلها متحرك، حرف متحرك كده وشطور ونشيط، الحرف ده هيحميها ويخليها زي ما هي واي. لكن لو قبلها حرف ساكن ما بيتحركش، ما بيقومش من مكانه وساكن، مش هيقدر يحميها. فالواي هنخليها اي ونضيف اي اس، بس كده، موضوع بسيط جدا. لو الاسم انتهى بواي وقبل الواي حرف ساكن بنخلي الواي اي ونضيف اي اس، لكن لو قبل الواي فاول حرف متحرك من الخمسه دول ولا اي حاجه خالص هنضيف اس عادي. دي كلمه بيبي اللي هو الطفل الرضيع، نقول ا بيبي. طب عاوز اجمعها، يلا حبيب قلبي معايا. اول حاجه هنمشي ا، تاني حاجه هنبص للي قبل الواي، بي ساكن، هنعمل ايه؟ هنخلي الواي اي تبقى كده. طيب وبعد كده نضيف اي اس بيبيز، تقول بقى 2 بيبيز 3 بيبيز 10 بيبيز وهكذا. القاعده الرابعه في جمع الاسماء ان لو الاسم انتهى باف او انتهى باف اي، علشان تجمعه خلي الاف والاف اي دول في وضيف اي اس. ازاي؟ اقول لك ازاي. وايف زوجه، وولف ذئب، الاسم انتهى باف او اف اي، لما الاسم المفرد ينتهي باف او اف اي علشان تجمعه هتخلي الاف اي او الاف في اي اس، تبقى كده دبليو اي، والاف اي تبقى في اي اس وايفز. طب وولف هتبقى كده دبليو او ال، والاف تبقى في اي اس، يبقى الاف والاف اي تبقى في اي اس. طيب انا عاوز اقول نص هاف، طيب عاوز اجمعها واقول انصاف. اول حاجه همشي ا هتبقى كده، تاني حاجه الاسم انتهى باف، والاسم لما ينتهي باف علشان تجمعه بتخلي الاف في وتضيف اي اس هافز، هافز انصاف. السكينه اسمها نايف، نايف نقول ا نايف سكينه كي ان اي اف اي،
عايز اجمعها. حبيبي الشطور عارف اول حاجة هنحذف الآ. الاسم انتهى بإف إي، تمام، ايه المشكلة؟ هنخلي الإف إي في ونضيف إي إس. بنحذف الإف والإف إي ونحط في ونضيف إي إس. بنحذف الإف والإف إي ونحط في ونضيف إي إس. نايفز سكاكين، هافز أنصاف، وايفز زوجات، وولفز ذئاب. القاعدة الخامسة والأخيرة في جمع الأسماء، الكلمات اللي ما بتمشيش على القواعد الأربعة اللي فاتوا وليهم نظامهم وبتحفظوا زي ما هم. الجمع الشاذ اللي أنا ما ينفعش أطبق عليه اللي فات. مان رجل، ونقول مثلا أمان. طبعا أنت منتظر إن أنا أقول لك جمعها، نشيل الآ ونحط إس وتبقى مانز، بس لا، الكلمة دي بتتحفظ زي ما هي. أمان بنشيل الآ فعلا والجمع بيكون من. جت منين قاعدتها؟ لا، احفظها كده زي ما هي. انت تقصد ان دي شواذ بحفظها زي ما هي وملهاش قاعده؟ اه هو كده. ايه كمان؟ وومن امراه. طبعا ا وومن، عايز اجمع شيل الا، هتبقى وومن 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 وومن. مان من، وومن وومن. الطفل تشايلد، ا تشايلد. عايز اقول اطفال، طبعا الآ هتمشي وجمع تشايلد مش تشايلدز، تشيلدرن 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 تشايلد تشيلدرن تشايلد تشيلدرن تشايلد تشيلدرن. السنة توث، السنة الواحدة، ونقول اتوث. جمعها هنمشي الآ وجمع توث تيث 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 تيث. سنة أسنان تيث تيث تيث، ملهاش قاعدة وبنحفظها زي ما هي. القدم فوت 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 فوت، قدم. ولو قلت أفوت جمعها فيت، بدل نمشي الأي وبدل الأو أو تبقى إي إي. فوت فيت فوت، قدم أقدام فيت، بحفظها زي ما هي. مان من، women women، child children، tooth teeth، foot feet. الفار mouse mouse، نقول a mouse 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 mouse. الجمع مش mouses، لا، الجمع mice، كلمة تانية خالص ملهاش علاقة بماوس خالص، بحفظها زي ما هي. mice 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 mouse mice mouse mice mouse mice mouse mice. يبقى four mouse وفئران mice. mouse mice mouse mice mouse mice. فأر mouse، فئران، بحفظها كده زي ما هي. ايه كمان؟ التور ox. طبعا ox دي هنحط قبلها an بقى لان اولها متحرك، an ox. عموما لما اجي اجمع همشي an. طيب جمع ox، oxen. مش oxes، لا، مش oxes، ox oxen ox oxen ox oxen ox oxen ox oxen. يعني مش هضيف اي اس، انت قلت لي ان الاسم اللي بينتهي باكس زي بوكس نضيف اي اس ونقول بوكسز صناديق، ماشي، بس اوكس لا، ملهاش قاعده بحفظها زي ما هي، ده شاذ. ox oxen شقيه، كلمات شقيه ما بتمشيش على القاعده، ما بتسمعش الكلام. man جمعها men، woman جمعها women، child جمعها children، tooth جمعها teeth، foot جمعها feet، mouse جمعها mice، ox جمعها oxen. الخروف اسمه sheep sheep، خلاص sheep a sheep. طب الخراف او الخرفان sheep، هنمشي الا وبس. ايه ده، ممكن اقول two sheep، اه two sheep خروفين، three sheep تلات خرفان، مش sheeps، مفيش sheeps. طب خد اللي جاي، السمكة فيش، كلنا عارفينها فيش. طب عارف سمك مش فيشز، سمك هي هي فيش بس طبعا من غير ا. ايه ده، يعني اسماك يعني فيش؟ اه طب انا بشوف فيشز، لا، دي حاجة تانية، دي انواع مختلفة من الاسماك، لكن سمك فيش، سمكة فيش، وسمك الجمع فيش برضو، بس السمكة بنحط قبلها ا، لكن هي مفرد، اما الجمع ما بنحطش قبله ا. دي القاعدة الخامسة في الجمع، اللي هي أصلا الكلمات اللي ما تمشيش على قاعدة الجمع الشاذ.
في كلمات غير كده؟ اه في كلمات كتير جدا 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 جدا، بالممارسه ان شاء الله ودراستنا هتقابلنا وهنحفظها. دول بعض منها او اشهر الكلمات اللي ما بتمشيش على القاعده، الكلمات الشائيه اللي ما بتسمعش الكلام: مان رجل، من رجال، وومن امراه، وومن نساء، تشايلد طفل، تشيلدرن اطفال، توث سنه، تيث اسنان، فوت قدم، فيت اقدام، ماوس فور مايس، فئران، اكس تور اكسن، ثيران، شيب خروف، شيب خرفان او غنم، فيش سمكه، وفيش سمك. خلصنا، اتكلمنا النهارده لما واحد يسالك على صحتك يقول لك هاو ار يو، قول له ايم فاين او ايم جريت او ايم جود، ثانك يو، وات اباوت يو، وماذا عنك، فهو يقول لك برضو ايم فاين او ايم جريت. اتكلمنا كمان على السكول سبلايز، ادوات المدرسه اللي بناخدها معانا في المدرسه، واتكلمنا على قاعده الجمع ازاي بنجمع الاسم، واتكلمنا على خمس حاجات: نضيف اس، ولو الاسم انتهى ب اس 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 اكس او اس اتش سي اتش زد نضيف اي اس، ولو الاسم انتهى ب واي وقبل الواي ساكن نخلي الواي اي ونضيف اي اس، ولو الاسم انتهى ب اف او اف اي نشيل الاف والاف اي ونحط في اي اس، واخر حاجه الجمع الشاذ. اتمنى انك تكون استمتعت بالفيديو واستفدت منه. ثانك يو فور واتشينج، شكرا على المشاهده، وما تنساش اللايك الجميله منك، هتوحشني كتير جدا جدا جدا. لغايه السيشن الجاي ان شاء الله، بكل اسف هقول لك انا خلصت، جود باي، مع السلامه.